انا على فكره محافظ على نفسي، محافظ على الرجيم عشان الدور اللي حضرتك وعدتني بيه. انت طلبت مني اعمل رجيم وانا ابتديت الرجيم، خلاص انت عايز نبوظ الرجيم ولا ايه؟ لا تبوظ ايه، انا عامل حسابي يا احمد، انت المفروض طالع عريس جديد، مكسوف ياكل، حياه ومنعه كده يعني. يعني هلاعب بقي. هتلعب بقك فندم، انا ممثل محترف، قول لي هتلاعب بقك وانا لاعب بقي على طول، لان انا ماشي على الرجيم اراده حديد، اللي هو الكيميائي اللي حضرتك جبت لي الورقه بتاعته ده. الصبح ميه سخنه والغدا والعشاء جزر جزر جزر، مفيش الاغراءات كلها بتتعرض قدامي، مفيش اي حاجه وقفتني، مفيش حاجه دخلت بقي طول الفتره اللي فاتت الا الجزر. عايز اقول لحضرتك ان الفلفل الاخضر بقى من اعظم احلامي، انا بقيت بتحول لارنب بالتدريج، ساعات بقرقط ضوافري عشان اغير طعم الجزر من بقي، لكن مستحمل ومكمل يا فندم. لا وانا سمعت كمان ان انت ما شاء الله بقالك يوم ونص في الدايت. استاذ حمدي انت الظاهر ما تعرفنيش، انا لما بقرر اعمل حاجه بعملها، انا بدات رجيم هكمل رجيم وهخس وهجمبز وهعمل دور لاعب الجمباز. انا ما صدقت وصلت للشيب ده. حتى بص حضرتك، ايوه السناك بتاعي معايا اهو، خد قطمه لاعب بقي يبقى تمام. نعمل بروفا، يلا بينا. يلا بينا. يلا بينا. ازيك يا عم سعيد؟ ازيك يا احمد، نورنا والله. خليك. يلا يا ريس، يلا جاهزين اكشن. كل يا ابني مالك، انت مكسوف ولا ايه؟ متشكر يا عم، انا اصل اكلتي ضعيفه. طب وهو ده اكل؟ دي حاجه كده على مقاس. كات هايل. حلو ده، يلا صور ده. اكسسوار دخله الحاجه. اسرع شويه. اوكي كلاك. السفره واحد اول مره. And action. يا ابني كل، انت مكسوف ولا ايه؟ كل يا حبيبي، انت مكسوف ولا ايه؟ كل. بتهبب ايه؟ انت بتعمل ايه؟ مش قلنا هنلعب بقنا يا احمد؟ يعني ايه نلعب بقنا؟ يعني ايه؟ يعني يرضيك يا استاذ نلعب بقنا؟ يعني انا لاعب بقك وانت تلعب بقي؟ ومعانا بنات هنا. طب الاستاذ نرمين دي مين يلاعب بقها دلوقتي؟ يا احمد لاعب بقك على الفاضي ايه؟ ولا لاعب بقي على الفاضي ولا لاعبه على فلوس، الكلام ده ما ياكلش معايا. بقول لك ايه؟ انت لو ما اشتغلتش عدل وسبت الاكل والتزمت بالرجيم ولعبنا بقنا، اقسم بالله العظيم. بقول لحضرتك انا ايه؟ انا لا عايز امثل ولا عايز الدور ولا عايز الشغلانه دي كلها، الموضوع اكبر من كده يا اخوانا. انت عايز ايه؟ انا عايز اكمل الفخده دي دلوقتي.